شوف اسكندريه فيها ايه. الحقيقه اسكندريه اليومين اللي فاتوا دول يعني بتتعرض لتقلبات جويه كتير. اليومين اللي فاتوا كان في سقوط امطار غزيره على محافظه اسكندريه. بعض الخبراء والارصاد الجويه بيتكلموا انه الايام اللي جايه هتشهد بدايه ما يعرف بنوه الفيضه الكبرى. اسكندريه بتستعد، كل اجهزه المدينه بتستعد لمواجهه هذه الامطار الغزيره. احنا بنتكلم على عربات شفط المياه بالشوارع، بنتكلم كمان على رفع حاله الطوارئ بشكل كبير في كافه المدن الخاصه او التابعه لمحافظه اسكندريه. يعني في مسائل كده بتحصل في اسكندريه من دول ناخد بالنا يعني ربنا يستر. خلينا نطمن دلوقتي ونتعرف على تفاصيل اكتر عبر طبعا معنا دلوقتي عبر الهاتف اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الخير على حضرتك، منورنا. صباح الخير يا استاذه بسنت، صباح الخير يا دكتور محمد، صباح الخير يا استاذه المشاهدين جميعا. صباح مشمس وجميل ورائع في اسكندريه الجميله يا رب. بس بعد 6 ايام يعني امطار غزيره جدا على مدار ال6 ايام اللي فاتوا. يعني 6 ايام الناس واقفين في الشارع، الرجاله، العربيات، المعدات، المحطات مستنفره كلها 6 ايام متصلين. وطبعا حضرتك عارفين الطقس اللي بيبقى بالليل بقى يعني البرد حاد جدا، انما الناس الحمد لله كل اجهزه المحافظه مستنفره للتعامل مع الامطار وعدم تاثر اي مواطن في اسكندريه بهذه الامطار. طب عايزين نسال حضرتك يعني على الاوضاع دلوقتي في محافظه اسكندريه. حضرتك بتقول لنا 6 ايام امطار غزيره، هل في توقعات النهارده والايام اللي جايه يستمر الجو، خصوصا ان احنا بنتكلم على نوه الفيضه الكبرى؟ لا انا باكد لحضرتك الحمد لله. طبعا حضرتك تفضلت يعني قبل شويه كان الاخوه في هيئه الارصاد الدكتوره منار ومعانا الدكتور ايمن شاكر والست لواء هشام طاحون، لا متابعين اول باول بيطمنونا هم الحمد لله ان حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله مفيش امطار والجو بيتحسن. بقول لحضرتك فعلا الحمد لله الشمس طالعه دلوقتي في الاسكندريه، بس بعد 6 ايام بقول لحضرتك امطار كانت غزيره جدا ومستمره ساعات فترات النهار ساعات فترات الليل، انما الحمد لله تم التعامل وبدون اي تاثير الحمد لله على الحركه المرورية في الاسكندريه بالكامل. طب ست اللواء كلمنا عن ابرز الاماكن اللي يمكن حصل فيها تساقط مياه غزيره. هو انا بس اقول لك يا استاذه مثلا دلوقتي احنا بنقول احنا في تغيرات مناخيه فعلا، يعني لما اقول مثلا احياء اسكندريه احياء منتزه اول منتزه ثاني شرق وسط دول بيعتبروا شرق المدينه بتشهد احياء غرب الاسكندريه الجمرك والعجمي والعمريه وبرج العرب. حضرتك عايز اقول بس اللي احنا يعني كان مثلا في شرق اسكندريه حي شرق بالذات خد كميه كبيره جدا من الامطار، الكلام ده اول امبارح بالليل وكانت الامطار غزيره جدا، انما الحمد لله زي ما بقول لحضرتك تم التعامل معاها والحمد لله يعني ما اثرتش على الحركه المرورية في الاسكندريه. طب حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر التعامل دايما مع تجمعات المياه، لانه دايما المشهد ده بيتكرر للاسف انه بيحصل تجمعات مياه كبيره في بعض الاماكن، ازاي بتتحركوا على ارض الواقع؟ ازاي بيبقى في تحرك لعربات شفط المياه وتصريف المياه دي؟ طبعا يا دكتور انا يعني باكد لحضرتك ان الدوله الحمد لله يعني وفرت لاسكندريه جزء كبير جدا في رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي، بنتكلم في تكلفه رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي نفسها اكثر من حوالي 2 مليار جنيه. فدخلنا بقى من السنه اللي فاتت في موضوع استراتيجيه فصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي، وده كلام محترم جدا، بدا بثلاث مشاريع السنه اللي فاتت وثلاث مشاريع السنه دي، بفضل ربنا كل المشاريع اللي تم فيها فصل مياه الامطار ما عادش بيحصل فيها اي تجمعات الحمد لله. اللي احنا بنعمله دايما يا دكتور محمد مجرد ما هيئه الارصاد بتقول لنا في امطار متوقعه بنطلع من عندنا كل سياراتنا وبدلاتنا منتشرين في الاماكن اللي متوقع تجمع فيها المطر. يعني مثلا على مستوى اسكندريه بيبقى حوالي 155 نقطه واقفين فيها عربياتنا وبدلاتنا، بيبقى اكثر من 180 عربيه وبداله موجودين في الشارع عشان يتعاملوا، موجودين قبل النوه. اثناء النوه بنعمل منوره بقى من مكان لمكان اخر عشان نمنع التجمعات او في تجمع اكثر من قدره الشبكه، بنبعت له عربيات ودعم من مكان لمكان اخر، منوره بالمعدات والبدلات عشان نقدر نقاوم التيارات المناخيه الحاده اللي بتحصل في اسكندريه. طيب بالنسبه للتواجد في الشوارع يا فندم لفرق الطوارئ، هل في اوقات معينه موجودين فيها؟ هل ممكن نقول للمواطنين مثلا ما تتواجدوش في الوقت ده، لو في مشاوير مش مهمه بلاش تعملوها عشان نخلي في وقت او مساحه لفرق الطوارئ ان هم يقوموا بشغلهم؟ فعلا حضرتك بيطلع تحذير من المحافظه دايما للساده المواطنين بالاماكن اللي هم المفروض يعني يبتعدوا عنها، زي مثلا المنشات القديمه، زي اماكن اللي فيها الاعلانات، الاماكن اللي موجوده على الكورنيش،
في نفس الوقت احنا طبعا يعني دايما معايا الوزير المحافظ بالتنسيق معايا الارصاد الجويه، لما بيعرف ان في يعني الامطار هتبقى حاده جدا بيدي اجازه للمدارس، انما الحمد لله يعني كانت المدارس شغاله عشان في امتحانات الفتره الحاليه وما حصلش الحمد لله اي اعاقه مروريه. احنا كان كل اجهزه التنفيذيه في المحافظه بتابعه برضو اماكن المدارس واماكن الامتحانات عشان لما تأثرش اي حد اثناء فتره النوم. الحمد لله يعني 6 أيام عدوا بسلام، والايام اللي جايه ان شاء الله الجو يبقى افضل واحسن زي ما حضرتك قلت لنا في بدايه المداخله. حابين بس يعني نعرف اكتر من حضرتك فكره التعاون والتنسيق بتتم ازاي، يعني حضرتك رئيس شركه الصرف الصحي باسكندريه، ازاي بيتم التنسيق مع الجهات التنفيذيه الاخرى، ديوان عام المحافظه، الجهات المختلفه داخل المحافظه؟ دكتور محمد احنا عندنا يعني على موقع كده على الواتساب كده كلنا مشتركين فيه كمسؤولين تنفيذيين، معانا اجهزه سلكي كلنا برضو سامعين بعض في نفس الوقت، عمليات المحافظه، عمليات الشركه، عمليات النجده، عمليات المرور، عمليات شركات المرافق كلها، الميه والكهرباء والغاز. الحمد لله يعني بقول لحضرتك التنسيق على اعلى مستوى برئاسه معالي الوزير المحافظ والسيد الاستاذ النواب والسكرتير العام والسكرتير المساعد، كلنا كاجهزه تنفيذيه مستنفرين في فتره النوة موجودين على ارض الواقع، القيادات كلها موجوده على مدار الساعه، ويعني الحمد لله تنسيق كامل بيننا وبين بعض على مدار الساعه. نشكرك سياده اللواء محمود نافع رئيس شركه مياه الشرب بمحافظه الاسكندريه، شكرا ليك وصباح الخير على حضرتك.